بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور شادي منسي، استشاري القلب بالتأمين الصحي ورئيس وحدة قسطرة القلب مستشفى المقطم بالتأمين الصحي. الحقيقة من أهم الحاجات اللي ناقشناها في هذا المؤتمر هو كيفية حماية المريض من أي مخاطر محتملة قد تحدث أثناء القسطرة. طبعا احنا عارفين ان قسطره القلب دي من الحاجات المعقده، وان التعامل معاها بيبقى بشكل لازم يكون دقيق، لانه لو حصل اي مضاعفات قد تودي بحياه الانسان. فعشان كده احنا مش عايزين نركب دعامات او نتعامل مع المريض في القسطره بشكل ما فيهوش حرص، لا طبعا لازم نكون حريصين على حياه المريض، عارفين انه دي القسطره حاجه معقده وحاجه مهمه للمريض، لكن برضه حمايه المريض وحياته وتجنب اي مضاعفات قد تحدث ليه ده حاجه مهمه جدا. اعتقد ان احنا استفدنا جدا من تبادل الخبرات في المؤتمر ده، وان شاء الله ده ينعكس بشكل كويس على حمايه المريض وحياته.